معتمدة على relations، الناس المحيطة بيك وعلاقاتك بالمحيط بيك، هل هي جيدة أم هي سلبية؟ الجزء الثاني من كلمة real حرف الـ E، equipping، الأدوات اللي لازم تكون موجودة عندك. هديكوا خلال المحاضرة أدوات ومهارات لازم تكون موجودة عندك، لو عملتها أو علمتها لحد هتعرف إن أنت تكون قائد ناجح. لو سمحت شوف لي المايك بس على صوت. اللي بعد كده حرف الـ A، الـ A ده مهم جدا لشيء اسمه الاتيتيود، أخلاقياتك في التعامل، دورك المؤثر، أخلاقيات الناس. ربنا لما كرم سيدنا محمد قال له إيه؟ اتفضل. ما ده بقى الشيطان لما يجي عليك خلاص بقى كفايه اللي بعمله ده، انا بنفخ في قلب بفضل صح. ما هو هو ده المعنى الحقيقي اللي لازم نفهمه، ان دي انغاص الشيطان ده. ليه؟ لو معاكي خاتم او حلقه فالصه وجيت سيحت هيحصل ايه؟ حته بلاستيك صح؟ لو الدهب سيحته فقد من انتوا؟ حد معاه فلوس؟ عشان بس هي عمله. هتطلع مشنطتي يعني؟ اتفضل يا دكتور. مشنطتي يا ابني. اي عمله يعني هتجلد يعني؟ هتشنطه من ورا. اللي خد النسبة 50 جنيه دي هتفقد قيمتها لما كرمشها كده؟ لا. طب هل لما احط عليها شويه ميه كده ال 50 جنيه فقدت من قيمتها حاجه؟ لا. هل لو كتبت عليها هتفقد من قيمتها حاجه؟ عوضها لي ب 100 جنيه ما تقلقيش. هل لو قطعتها مثلا كده فقدت من قيمتها حاجه؟ انا اسف والله، فقدت من قيمتها حاجه؟ امال انت ليه لما حد بيقول لك كلمه مش عاجباك وقالوا من ورايا بتتدمر وتحس انك فقدت قيمتك؟ وحته ورقه عارفه قيمتها مهما عملت فيها وكتبت عليها، لان انت نسيت انك تعرف ان انت القيمه اللي بتعمل لاي حاجه انت فيها قيمه. عارف يا دكتور مش اتفضلي هرجعها لك ليه؟ انت عاملين دي؟ هرجعها لك ليه؟ انت عارفين؟ احنا عارفين بعض. بتعمل اللي عليك. بتوصل لمرحلة انت بتعمل اللي عليك وانت حاسس بنفسك اللي لسه معلش مجهود مش بتشوف احسن حاجة. تيجي بعد كده تبص اللي حققته ده وصلك لمرحلة معينة ما بتعرفش ان انت تحفة. بص يا فندم. بص يا فندم. احنا كلنا في القاعة. احنا كلنا في القاعة. كم واحد هيوصل لقمة الهرم؟ قليل. طب عشان اوصل لقمة الهرم اعمل ايه؟ اقتل كل بوابات الخروج اللي ممكن ترجعني ورا، واركز مليون دقيقة ان انا بص لقدام وموتي واوصل للي انا عايزه. وصلت يا دكتور. حلو. انت وصلت لحته عظيم. الظروف اللي قدامك في تحديات قدامك بتحبطك يعني خلاص. حلو. لعبتي ماريو زمان؟ سوبر ماريو. هل عمرك دخلت ليفل اسهل من اللي قبله؟ لازم اصعب. ما هو ده الفلتر اللي بينقي مين ينفع يبقى قائد، مين اللي هيتحمل التحدي اللي عشان خاطر لما اوصل اقول على الرغم من انا بقيت. ليه في ناس بتاثر في حياه غير والدي؟ زي حضراتكم هنا بيقول عارفين شركه نوكيا؟ كويس ان انا بتكلم مع جيل كله شال نوكيا سنه 2007 و2008 والدمعه وال3610 وال6630 والكوالا الاجيال المختلفه. فين نوكيا دلوقتي؟ لو بتوزع موبايلات ببلاش هخاف منها صح؟ ليه يا فندم ده حصل؟ مدير شركه نوكيا هو بيبيعها لمايكروسوفت وللشركات العالميه قال We didn't do anything wrong، لم نقم بفعل اي شيء خاطئ، لكن somehow we lost، بطريقة ما نحن خسرنا. خسر ليه؟ لأنه ما طورش من نفسه. حضرتك على أي منصب قيادي موجود فيه لو ما طورتش من نفسك جسدك هتموت بالضغط والسكر وأمراض الدنيا. ما حافظتش على الأمانة اللي ربنا مديهالك، لو ما حافظتش على روحك هتتاكل وتتهبش. سؤال وقيمة مهمة جدا عشان تنقي من روحك وذاتك. كل ما الاقي نفسي غيران من فلان ان اترقى في منصب انا عايزه امسك منديل كده واوسخه واحطه في جيبي. اول ما الاقي نفسي حقدت على فلان، غيرت من فلان، طليت فلان، كذبت على فلان، امسك مناديل كده متوسخه كده واحطها في جيبي. مين اللي مأذن هذه المناديل؟ انا. فلما الاقي طنط سعاد الحبايه ولا الاستاذ محمد العصفوره اقف قدامه يا عيني شايل كل ده
عايش بيه يا حبيبي؟ وبتنام مرتاح كده وفايح الريحه للدرجه دي؟ حياتي مهمه، سايب دركسيون حياتك وباصص على حياتي؟ دوس لايك وشير والنبي. عارف لو درنا الموقف وعدنا صياغه الناس اللي بتقف في حياتنا واللي مليانه حقد وكره وضغينه بهذه النظره هنرتاح جدا. كفايه عشان كده بيقول لك الا من اتى الله بقلب عظيمه جدا الكلمه دي.